أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. شوطنا السادس عشر من أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، وهو شوط خاص بالزمول المهجنات الأصائل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذه التحديات الرائعة. كما ننوه بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر هذا اليوم، وانطلاقات شعارات أصحاب السمو الشيوخ. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام في ختام هذه الأشواط في تحديات هذا المسار المتجدد على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة الميادين، بدانة الدنيا دبي. الصدارة والمقدمة وأرى المفتي اللي قاد المجموعة لشامس بن معتوق العامري يتقدم ينطلق منذ البداية بتحديات هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني ياتي ظبيان لسعيد بن حليس بن راشد الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث نتابع مرضي شعار مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي ياتي بدوره مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات الواش للسلطان بن خادم بن خاتم بن محمد الشامسي من يقدم الواشه. شعار سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي على مستوى المركز الرابع. وخامس الانطلاقات، خامس التحديات، أرهني كفول مسلم بن سالم بن ناصر بن مر العامري. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأسامي القادمة ومع المركز السادس. أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل من مجد لسعيد بن سيف بن أحمد بن دري الفلاحي، يقدم انطلاقة مجد مع المركز السادس من بدأ يتسلل بدوره في هذه اللحظات، وفي طريقه إلى الصدارة بطريقه إلى المقدمة. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، سير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، وأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام لشاهين لمطر بن عبيد بن غدير الكتبي، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع أرى القدوم في هذه اللحظات مع الذيب من يتسلل بدوره مع المركز السابع، يقدم بهذا الانطلاق محمد ويقدم بهذا الانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام عوض بن عامر بن عوض الصيعري من ياتي بدوره على مستوى المركز السابع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع في هذه اللحظات، المركز التاسع، المركز التاسع، نتابع نهرين لسالم بن محمد بن سليم العفاري، وعلى مستوى المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات مع الأسد سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي في متابعة الأسد مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشر المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ورهني اللي قاد المجموعة، وانطلق بناموس هذا الشوط في ختام هذه الأشواط الصباحية الجميلة والرائعة. وأهالي الهير، أهالي الجبيب، يسيطرون على مقدمة هذا الشوط مع الكوكب الثلاثية بتقدم كفو المسلم بسالم بن ناصر بالمر العامري
من ياتي على الصدارة يلي مع المركز الثاني المفتي شامس بن معتوق العامري، المركز الثالث شعار بن حليس أيضا القادم بكل قوة مع هذا الانطلاق المتميز، وظبيان سعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي في متابعة ظبيان مع المركز الثالث. المركز الرابع يتسلل الواش شعار سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، وعلى مستوى المركز الخامس نتابع مرضي المبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، ايضا سجلات حافله بالانجازات رصيده مليئه ايضا بالتحديات في هذا العالم الساحر. نتابع المركز السادس، نتابع المركز السادس والقدوم والانطلاق لمجد لسعيد بن سير بن احمد بن دري الفلاحي يتسلل بدوره مع المركز السادس. المركز السابع شاهين مطر بن عبيد بن غدير الكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن شعار الصيعري القادم في هذه اللحظات الذيب عوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري يتسلل يتقدم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن بهذا الانطلاق الجميل والرائع، ومع المركز التاسع التسلل والتقدم مع الأسد لسعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي عاشر الانطلاقات من الجانب الآخر. ياتي نهرين بشعار سالم بن محمد بن سلمي العفاري مقدما لهذا الاسم مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط ختام هذه الأشواط. ناموس هذا الشوط حاير وطاير مع هذه الأسامي العملاقة في شوط الإنتاج والمنتجين، ولكن شعار بالمر من يسيطر على المقدمة، من ينطلق من يندفع بناموس هذا الشوط. كفو مسلم بسالم بالبر العامري ينطلق بناموس هذا الشوط. بدينا نقترب من لوحة الثلاثة كيلومترات ونعاد الحزام الغابات الأخير في مضمار الثمانية كيلومترات. المركز الثاني وصل الواش لسلطان بن خاتم الشامسي يتسلل بدوره يتقدم ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث ياتي مرضي مع المركز الثالث بتقدم وانطلاق وتحديات مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، ومن الجانب الاخر مع المركز الرابع المفتي لشامس بن معتوق العامري ننطلق مع المركز الخامس كي ارى ظبيان لسعيد بن حليس بن راشد بن حليس الكتبي مقدما لانطلاقه ظبيان على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الخمسة المتقدمة في هذا الشوط، ومع المركز السادس يصل في هذه اللحظات يتقدم مجد لسعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي ياتي بدوره مع المركز السادس. المركز السابع شاهين لمطر بن عبيد بن غدير الكتبي ينطلق أيضا مع المركز السابع. المركز الثامن وصل شعار بن غريب في هذه اللحظات يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام بهذا الانطلاق الظبي لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي ياتي بدوره ينطلق مع المركز الثامن. المركز التاسع تحديات الاسد لسعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي، ومع المركز العاشر شاهين لبخيت بن مبارك بن علي المنصوري. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشر المتقدمه، ولكن بنعود مع الصداره نتابع البداية والاتجاه السليم الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية بعد مغادرتنا للوحة الاثنين كيلومترات بهذا الانطلاق وبهذا الخط المستقيم إلى خط النهاية. بوابة المدرج غادرناها، نتابع شعار بالمر من يسيطر على المقدمة بتقدم كفو مسلم بالسالم بالمر العامري ينطلق يندفع بناموس هذا الشوط الواش
الهاش مع المركز الثاني لسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي وشعار بن سبت يتختل مع المركز الثالث بتقدم مرضي يقود بتحديات مبارك بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي وعبد الحميد مركز بهذا الانطلاق مركز بهذا التحدي اللي قدمه مرضي ولكن الأسامي القادمة والتحديات لمجد لسعيد بن سير بن دري الفلاحي وصل مع المركز الرابع المركز الخامس ياتي شاهين مطر بن عبيد بن غدير الكتبي المركز السادس شعار شامس بن معتوق العامري ياتي على ظهر المفتي هذه النتيجة للمراكز المتقدمة ولكن بنعود مع الصدارة نتابع البداية ولوحة الكيلو المتر الأخير غادرناها راح بن خاتم انطلق بتحديات الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي ير الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير المركز الثاني مرضي لمبارك بن راشد بن سبت الخيلي المركز الثالث يتقدم شاهين مطر بن عبيد بن غدير الاكتبي والظبي قادم بكل قوة على مستوى المركز الرابع شعار محمد بن غريب بن راشد الكتبي اللحظات الأخيرة تحديات هذا الشوط ولكن الواش ولكن شاهين من بدأ يتسلل مع المركز الثاني شعار مطر بن عبيد بن غدير الكتبي المركز الثالث المبارك بن راشد بن سبت الخيلي وعلى مستوى المركز الرابع يصل الظبي لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي اللحظات الأخيرة والسلامات عيناوية بعد تقدم الواش تهانينا في اللحظات الأخيرة للسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي وهالي نزوة قادمين يعلنون التحدي في الأمتار النهائية ولكن الواش على الصدارة تهانينا للسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي على فوز الواش بالمركز الأول ولحظات وصوله لحظات اقترابه من خط النهاية تهانينا للسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي على فوز الواش بالمركز الأول المركز الثاني شاهين مطر بن عبيد بن غدية الكتبي المركز الثالث الضبي لمحمد بن غريب براي يكتب المركز الثالث لمبارك بن راشد بن سبت الخيلي المركز الخامس جاء المفتي لشامس بن معتوق العامري هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الواش إلى خط النهاية يقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة لحظات الوصول إلى خط النهاية 8 ثواني 6 أجزاء من الثانية تهانينا للسلطان بن خاتم بن محمد الشامسي اللي وصل مع المركز الثاني شاهين توقيت الزمني 13 دقيقة 9 ثواني جزئين من الثانية تهانينا لمطر بن عبيد بن غدية الكتبي بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز ينطلق الظبي 13 دقيقة 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية تهانينا لمحمد بن غريب بن راشد الكتبي تهانينا للجميع والناموس وإلى ملخص